الحمد لله مكون الأكوان، أما بعد، هذا الفصل معقود لبيان أحكام العدة، لأن العدة قد تكون بالأقراء، وقد تكون بالأشهر، وقد تكون بالوضع، وأيضا يتعلق بأحكام المعتدة، لأن بعض الأمور تختلف إن كانت متوفى عنها زوجها أو في عدة الطلاق. وشرعا العدة هي مدة تتربص، أي تنتظر فيها المرأة الحرة أو الأمة، وتمنع نفسها فيها عن النكاح. والمعتدة على نوعين: متوفى عنها زوجها وغير متوفى عنها زوجها. فالمتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، يعني لما تنتهي من وضع الحمل، إن كان في رحمها اثنان تنتهي عدتها بوضع الولد الثاني. وإن كانت حائلا أي ليست حاملة فعدتها 4 أشهر و10 أيام بلياليها، وتعتبر بالأشهر القمرية. أما غير المتوفى عنها زوجها فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل مثل المتوفى عنها زوجها. وإن كانت حائلا فهنا حالان: إما أن تكون من ذوات الحيض أو أن تكون من غير ذوات الحيض. فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء، أي 3 أطهار، أي تنتهي عدتها بانتهاء الطهر الثالث. فإن كانت طلقت في الطهر تنتهي عدتها بطعنها في الحيضة الثالثة. أما لو طلقت في الحيض فتنتهي عدتها ببدء حيضها الرابع. وإن كانت تلك المعتدة صغيرة لا تحيض فعدتها 3 أشهر. وإن طلقت قبل الدخول بها فلا عدة عليها إن كانت تحيض أو كانت لا تحيض. أما الأمة فإن كانت حاملا ثم طلقت طلاقا رجعيا أو بائنا فتنتهي عدتها بوضع الحمل تماما كعدة الحرة. أما إن كانت عدتها بالأقراء فعدتها قرآن لا 3. أما إذا أرادت أن تعتد عن الوفاة بالشهور فعدتها 2 شهر و5 ليال. وإذا أرادت أن تعتد عن الطلاق بالشهور فعدتها 1.5 شهر. الآن إن شاء الله فصل جديد في أنواع المعتدة وأحكامها. المعتدة قد تكون رجعية وقد لا تكون رجعية. المعتدة إذا كانت رجعية وجب لها السكنى في المسكن الذي فارقها فيه إن كان المسكن لائقا بها، ويجب عليه نفقتها من حيث الطعام، وكذلك كسوتها، إلا أن تكون ناشزة، يعني إلا إن نشزت فطلقها ناشزا. وكما يجب لها النفقة يجب لها بقية المؤن التي يقدمها الزوج للزوجة، التي تجب على الزوج للزوجة إلا آلة التنظيف فلا تجب عند ذلك عليه. أما المطلقة البائن التي لا يستطيع أن يرجعها في العدة فلها السكنى دون النفقة إلا إذا كانت حاملا. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.